مرحبا بكم والسلام عليكم. في هذه الحلقة سوف نقوم في هذه الحلقة سوف نعرض الانترنت المجاني سنريكم أننا ليس لدينا أي نقطة في الانترنت. إذا لا يوجد عندنا انترنت، سوف نذهب إلى تطبيق. أظن أن الكثير لا يعلم كيف يستخدمه. أدخل إلى تطبيق، تطبيق تقريبا غير معروف، هذا تطبيق مليء بالإعلانات. هذا التطبيق معدل وأنا الذي عدلته. أكد لكم أن الإنترنت ستشتغل. أضغط هنا، نختار البرونز، اختار فرنسا الأخف. بعد ذلك نضغط على TU/CTC 5. خمسة لأن فقط خمسة هو الذي يشتغل. لكي نضمن إنترنت مجاني لاتصالات الجزائر. ننتظر يا ريثما ينزل قليل من الإنترنت. ننتظر قليلا، بعدها نوعا ما الهاتف ثقيل، وهنا نضغط على روايت. ننتظر قليلا، رأيتم انترنت مجاني بعد نفاذ 15 جيجا، بعد نفاذ 15 جيجا او 20 جيجا من اتصالات الجزائر. لن تجدوا هذا الخبر على اي قناة اخرى.